بسم الله الرحمن الرحيم. رياضي عبد الرازق مصفى الباباء من ليبيا. طبعا نلعب في وزن 88 كيلو. طبعا مشاركتي هذه في كوالالمبور طبعا تحقيق رقم جديد والحمد لله فضل الله. حققت يعني رقمين جدد. درت 67 وكان مسجل قبل 65 وبعدها درت 70 فضل الله. طبعا بإذن الله ترشحت لبطولة العالم وكانت البطولة يعني منافسات كانت كويسة ممتازة. الهدف من جيتي هنا أني أحقق رقم جديد وإن شاء الله نطمح للجديد في الجاي سواء في بطولة العالم أو ما بعدها إن شاء الله. الاستمرارية بس بإذن الله والتعاون بالنسبة للجنة البارولمبية والناس المشرفين على اللعبة أن نبقوا إمكانيات أحسن باش نحققوا أرقام أحسن وإن شاء الله مش حنخيبوا ظن حد بس صبوا معنا. وهذا راني وتمنياتي للتوفيق لجميع الأصدقاء اللي بالنسبة لي ترشح واللي ما ترشحش إن شاء الله في الجاي بإذن الله. وكل الشيء يعني اللي درناه هذا بفضل الناس راهو قدمت مجهودات وتحية للجميع. نشكر البارولمبية بالأخص والأستاذ خالد الرقيبي ومدربنا عبد الرحيم الزوي وفي غياب مدربنا الأول محمد مخلوف. تمنياتي للجميع بالتوفيق وكل شكر والإهداء لليبيا عامة وبنغازي بالأخص من غير عنصرية. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نحقق حاجة جديدة لليبيا كلها. شكراً.